يا عيني الاسطوانه دي مش عليا، انا شفت امك امبارح في السوق بتشتري خضار. ماما في البيت، تقولي انا عايز افطر عند امنيه. هي بطه بتحبني عشان هي شبهي. طب بص بقى، عايزين 2 كورن فليكس بالشوكولاته. 2 كورن فليكس بالشوكولاته؟ ماشي. تعالى اقعد يا بطه. هو جبتك عند امنيه اهو عشان تعرفي ان انا بحبك بس. شكرا يا بابا. شكرا يا أمنية. عفوا عليك، دوق بقى. الله تحفة، ده محشي شوكولاتة. أيوه ده جميل قوي على فكرة. شو تمينك يا أمنية؟ الله يسلم. عندك حق يا بطة، من حقك ما تفطرش وقع عند أمك. كورن فليكس الشيف أمنية. على بقى كورن فليكس الشيف أمنية ولا لا؟ جميل قوي يا أمنية. بعمله حلو؟ تحفة، اعملي واحد كمان. واحد كمان يا بطة؟ لا يا بابا. اعملي لنا واحد كمان يا أمنية. حاضر. واختار واحد طيب، أعمل لك إيه؟ ده برضه
برضه؟ اه بالشوكولاته برضه. طيب. الله تحفه. اتفضل. شغل يا منير. عفوا على ايه؟ الحساب كام يا أمنية؟ كده 30 جنيه. 30 جنيه اهو؟ شكرا. وال 20 جنيه دي ليك. 20 جنيه ليا انا؟ اه. دي 20 جنيه؟ اه. تسلم ايدك يا أمنية والله. ربنا يخليك يا رب، بس أنا... أهم حاجة عجبك الكورن فليكس ولا لا؟ عجبني قوي، بعد كده أنا وبطة هنيجي نفطر عندك كل يوم. ربنا يخليك بنتك بطة يا رب. ويخليك يا حبيبتي، مش عايزة حاجة؟ لا سلام. مبسوطة يا بطة؟ اه يا بابا، شكرا. العفو. ماما بصي، ايوه شايفه كل سكان العماره بتحبها. ليه؟ علشان هي ماشيه عليهم الاسطوانه ان امها تعبانه، وهي زمانها ولا امها تعبانه ولا غيره، بتضحك عليهم وخلاص. ماما انا عايزه افطر عند امنيه. ماشي هبقى افطرك دلوقتي. ماما ما تيجي نعمله زيها يا ماما. نعمله ايه يعني؟ نبيعه شبهها يا ماما. ما انا خايفه سكان العماره يزعقولنا. يزعقولنا ليه؟ بصي انا اقولك على حاجه. قولي. انا دلوقتي هاخدها على جنب واقول لها لازم تطلعي لي كل يوم 50 جنيه، يا كده يا مشيكي من العماره، يا انا يا هي في العماره. ماشي يا ماما، ده كل اللي بيجي ياكل عندها بيديها فلوس زياده، اللي يديها 20، اللي يديها 50، اللي يديها 10. كل الناس بتحبها معرفش ليه. انا كورن فليكس شيف امنيه. عاوزين طبق لمكة عشان عاوزة تفطر. تمام حاضر. بكام الطبق؟ لا مكة دي اختي حبيبتي، انا ادولها من غير فلوس. ادولها من غير فلوس. اتفضلي يا مكة. ماشي. شكرا. استني يا مكة، عاوزة اقولك على حاجة. نعم. كل سكان العمارة بتحبك، واللي طالع واللي نازل ياخد كورن فليكس ويديكي 20 جنيه ويديكي 10 جنيه. وانا كمان بحبهم. اه بتحبيهم. اه عاوز اقول لك على حاجه، انا ليا كل يوم 50 جنيه منك وطبق كورن فليكس المكة. ليه طيب كده؟ مش عاجبك همشيكي من العماره. كل يوم 50 جنيه؟ كل يوم 50 جنيه، انت بتكسبي فوق ال 200 جنيه وانا سكتالك. اظن انت عارفه ليه انا بعمل كده. بتعملي؟ عشان ماما تعبانه، فانا بصرف عليها وجايب لها العلاج عشان بابا اتجوز ما بقاش يسال علينا. يا عيني الاسطوانه دي مش عليا، انا شفت امك امبارح في السوق بتشتري خضار. ماما؟ اه. ماما ما بتطلعش من البيت اساسا. انت هتكدبيني يعني؟ لا 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 انت مش كدابه. انا عاوزه 50 جنيه والطبق لمكه. عاجبك ولا امشيكي من العماره؟ عاجبني عاجبني. انا بقى قاعداكي هنا بمزاجي، ممكن امشيكي. اتفضلي 50 جنيه. كل يوم من نفسك كده تجيبي ال 50 جنيه. حاضر. واوعي تقولي لحد من سكان العماره. لا لا مش مش هسيبك. مش هقول لحد. تعالي حبيبتي افطري يلا. كورن فليكس الشيف امنيه. يلا يا مكة كلي حبيبتي. كورن فليكس الشيف امنيه. كلي يا حبيبتي افطري. كل يوم يجيلك طبق اتنين اللي انت عاوزاه. حلو يا مكة؟ طعمه جميل يا ماما. ماشي كل يا حبيبتي. يا بابا. ايه يا كيمو؟ عايز افطر كورن فليكس عند امنية. كورن فليكس؟ اه. الله يرحم امك يا حبيبي. كل فيكس ايه يالا؟ فكرة خلي امك تقلك بيتين وحتة جبنة قديمة. يلا يا ماما ده حلو. حلو. بكرة تقول لي بقى عاوز بطون مقطع بابا صح؟ يلا امشي قدامي. يلا يا ماما ده جميل. جميل. يلا امشي يالا اطلع فوق. يلا جميل. ايه طبعا فل امنية باشا عاملة ايه؟ الحمد لله. مش عاوز اعوده على الدلع، بس احنا متعودين على البيت بقى. كل فيكس ده انا عايزاك تدوق. ايه؟ عايزاك تدوق. دوب بعد كده احط. طب هات ادوق. ده بتاع الناس الكوفي. ادوق خلاص. تمام اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحلاوه دي. شفت بقى؟ طب حطي لي واحد كمان. حطي لي واحد كمان. طب ادي على كيمو طيب خليك هو كمان. لا سيبيه بقى كبر دماغك من. هقول له بقى. طلع على منك. تعالى يا كيمو. اعمل ايه يا بابا؟ ايه يا كيمو؟ بجيب لك كورن فليكس يا كيمو. انت بتجيب لي ولا بتاكل؟ ما هو ده قلت لك اعمل واحد بجيمو. فين هو بتاع جيمو؟ اه يا كيمو عندك واحد. اقعد يا كيمو الله يصلح حالك. هو كان واحد. لا حلوه كيمو احلى من الجبنه القديمه وقعت لنا بطننا. كل. ايه رايك يا كيمو؟ حلو يا بابا. تسمع كلام بعد كده. ماشي يا كيمو. فوفي يا بابا. اعمل لك واحد تاني؟ لا خلاص خلاص يا أمنية. فرحان؟ اه اه كل كل. كم أمنية؟ تسلم ايدك والله الأول، تسلم ايدك بجد. كده انت اكلت ثلاثة؟ كده 45 جنيه. 45 جنيه، أحلى 45 جنيه. شكرا. شكرا يا أمنية. بعد كده بفطر لك بالتين. لا بصراحة خفيف على المعدة أحسن من الجبنة القديمة والبيضة. الله ينور يا أمنية والله. بعد كده هفطر عندك كل يوم. ماشي. شكيلة أمنية. نورني. مبسوط يا عم كيمو؟ مبسوط. اتفضل يا عم كيمو. حاجة تانية؟ لا. ده هو المبسوط مش ابنه. يلا كورن فليكس الشيف أمنية. يلا دو كورن فليكس الشيف أمنية مش أي حد بيعمله. يلا كورن فليكس الشيف أمنية وبس. مالك يا أمنية صدق اخواتي كده ليه وزعلانه ليه كده مفيش حاجه تمتلات لا دي شغلانه انا متعوده عليها من حق وبتهزر مالك مفيش حاجه هتقولي يا بنتي مش انا قايل لك انا زي ماما بالظبط واحكي لي على اي حاجه ما انا خايفه اقول لك ماشيين بالعماره مين اللي ماشيين بالعماره انا لا مش انت امال مين البوابه اه والبوابه ليها عندك ايه عشان انت ماشيين بالعماره اصلا قالت لي لازم كل يوم تديني 50 جنيه وتعملي فطار لمك تعملي كورن فليكس لمك. هي قالت لك كده كل يوم؟ قالت لي انت مكسبك كتير قوي. قالت لي لو انت ما عملتيش كده ماشيكي من العمر. حول الله يا رب ابصلك في مكسبك. بس والنبي ما تقول لها عشان انا مش عايزه امشي من العماره. انت انتي عارفاني لا انا بصف على ماما. يا امنيه ما حدش يا حبيبتي يقدر يمشيكي من العماره يا حبيبتي. وانا ليا كلام معاه عشان ما تعملش كده معاكي تاني. ما تخافيش يا امنيه انا معاكي. قلت لك انا زي مامتك هنا صح؟ ما تخافيش من حاجه. يا مماكا يا مماكا. نعم يا مدام ندى. ايه اللي حصل ده بقى يا مماكا؟ ايه اللي حصل فيه؟ ايه اللي انت قلتي لأمنية ده؟ تاخدي منها 50 جنيه ليه ان شاء الله وكورن فليكس كل يوم؟ ليه يعني؟ وليه عملتي كده ليه؟ بصراحة يا مدام ندى مرتبي مش بيكفيني. 800 جنيه اللي انتوا بتدوهم لي مش بيكفيني. تيجي تقولي لي المرتب مش مكفيني ولا حرام عليكي بتيجي على بنت غلبانة وتاخدي فلوسها منها؟ انت المفروض عارفة ان مامتها تعبانة كلنا نقفوا معاها مش تاخدي فلوسها. بصرف مكسبها. ايه اللي انت فيه ده؟ انت بتاخدي كام في الشهر؟ 800 جنيه. ايه اللي يريحك تاخدي كام وتبقي مبسوطة؟ زودهولي بس شوية وانا موافقة. 1500 جنيه كويس؟ تمام ده كده كتير كمان. طب بصي احنا النهارده هنعمله مجلس في العمارة وهنتجمعه كلنا وهنزودولك الفلوس تبقى 1500 جنيه بس اياكي تيجي على البنت الغلبانة دي تاني. وهسامحك المرة دي عشان بنتك مكة بس غير كده مش بسامحكي خالص وحوشيكي من العمارة نهائيا. حاضر انا اسف. انتي 50 جنيه بقى اللي انتي اخدتيها مني. اتفضلي يا امنية. لا خليها لها. خدي يا امنية دي فلوسك انتي ومكسبك انتي وتعبك. اتفضلي. لو عملت لك اي حاجة تاني يا امنية تيجي تقولي لي على طول. حقك عليا يا مدام ندى ما تزعليش مني يا امنية. انا مش زعلانة منك زي ماما. وزي ما قلت لك هنعمله اجتماع النهارده وهزود لك يا ستي فلوسك ل 1500 جنيه. ماشي. اخر مره. حاضر. والله المره دي عشان خاطر مكه بنتك بس. ماشي. اتفضلي. شاطره يا امنيه يا حبيبتي ان انت حكيتي لي اي حاجه تحكيها لي بعد كده. انا بشكرك بجد على اللي انت عملتيه معايا ده. المره دي كانت اخدت منك 50 جنيه كان ممكن بعد كده تقول لك مكسبك كله اديهولي. ربنا يخليكي ليا يا رب انت وقفتي جنبي. ربنا يخليك يا امي.
انا بحبك يا امنيه والله. وانا كمان بحبك.